جايز، بالبارت 3 حكينا بشكل مفصل وسريع عن الراوتر بوت اب بروسيس. بهالبارت رح نحكي عن الانترفيسز الموجودة على الراوتر. خلونا نبلش. بدنا نميز شغلتين بس نكون عم نحكي عن الانترفيسز، بورت وانترفيس. يمكن بالمبدأ هن زيتون، بس بالعادة البورت تستعمل لنحكي عن المانجمنت بورتس اللي هي للأدمنستراتيف أكسس، بينما الانترفيس هي تستعمل لنحكي عن الانترفيسز اللي بيبعتوا وبيتلقوا اليوزر ترافيك. بس بالسوق ما منميز بيناتهم، يعني بالسوق منقول بورت وانترفيس لنحكي عن نفس الشغلة يلي هي الانترفيس تبع الراوتر. طب شو عنا بورتس؟ في مثلا الكونسول بورت اللي هي تستعمل to connect a terminal، يعني a PC running terminal emulator software. هيدا بالعادة البورت تستعمل بالinitial configuration للراوتر. كمان في الـ AUX بورت، هلأ مش كل الراوترز عندهم اياها، بس اذا موجودة تستعمل مثل الكونسول بورت، وكمان فيها تستعمل to attach a modem على الراوتر. بشكل عام الانترفيس على الراوترز بتعني الفيزيكال كونكتر واللي هدفه الاساسي يبعت ويتلقى باكتس. الراوترز عندهم مالتيبل انترفيسز وبيستعملوها تو كونكت تو مالتيبل نتوركس. هلا كل انترفيس على الراوتر عندها 3 كاركترستكس. 1، كل انترفيس بتنتمي لنتورك مختلف عن التاني. 2، كل انترفيس هي هوست بنتورك تاني، بمعنى انه عندها ادرس اي بي كهوست على هالنتورك. 3، وهيدي قلتها هلا، كل انترفيس عندها ادرس اي بي على نتورك غير رفقاتها. هلا في عنا اللان والوان انترفيسز. اللان بتكون بالعادي ايثرنت او فاست ايثرنت مثلا، تستعمل ليعمل الراوتر كونكت على لان معين. اللان انترفيس عندها لاير 2 ماك ادرس وبتشترك بالايثرنت لان مثل اي هوست. بالمبدا اللان انترفيس تتطلب RJ45 جاك و UTP كيبل. اذا عم نوصل راوتر تو سويتش بنستعمل ستريت ثرو كيبل، واذا راوتر تو راوتر او بي سي تو راوتر بنستعمل كروس اوفر كيبل. الوان انترفيسز هن سيريال اي اس دي ان او فريم ريلي، تستعمل تو كونكت راوترز لاكسترنال نتوركس. بالعاده بتكون لديستانس جيوغرافيك كبيره. اللاير 2 انكابسوليشن هون فيها تكون من كذا تيب، مثلا تريبل بي او فريم ريلي او حتى اتش دي ال سي. انيويز، مثل اللان انترفيسز كل وان انترفيس عندها الاي بي الخاص فيها والسبنت ماسك اكيد، مما بيجعلها كمان ممبر من نتورك معين. جايز، عم نبلش نكتشف الراوتر وكيف معمر وكيف بيمشي وشو فيه ديتيلز. بالبارت اللي جاية رح نحكي عن الراوترز بعد أكتر ونغوص بعد بتفاصيل النتورك لايرز. تتذكروا النتورك لايرز؟ إذا لا فيكن ترجعوا تحضروا الابيزود 2 وال 3 من النتوركينج فور أبسولوت بيجنرز، وبس تصيروا ردي لقونا على البارت 5. We'll be right back.